لو بيحصل معاك كده كتير تعال اقولك تعمل ايه. اول حاجة لازم تكون بتعرف تستلم الكرة بشكل كويس بجميع الاشكال، وتبقى عارف امتى تستلم الكرة وتوقفها وامتى تستلمها وتزقها في مساحة، ومهم انك تعمل سكان حواليك قبل ما الكرة تجيلك علشان تقدر تستلم الكرة بالشكل ده، ولما تتحط في الوضعية دي استلم الكرة بعيد عن الخصم وحجز عليها بجسمك. مستحيل الخصم يعرف ياخد منك الكرة من غير ما يعمل معاك فاول، وده الانستا بتاعي هتلاقوني سايبه لكم هنا. لو محتاج تتعلم حاجة او عندك مشاكل في حاجة خش اعمل لي فولو هنا وسيب لي رسالة وانا هرد عليك بفيديو. اهم حاجة ما تنساش تعمل لي متابعة علشان توصل لي الرسالة بتاعتك. كل اللي عمل لي فولو هناك يكتب لي تم هنا في الكومنتات.